السلام عليكم الخوت، جينا اليوم نتناقشوا والمقال اللي نتناقشوا عليه اليوم هو الاكسيسس فان ود انيميس اس بي جي. علاش؟ حيت جاونا بزاف ديال الحلول ديال اس بي جي وكلهم متعلقين بالانيميت وكلهم تيخدموا، فهمتي كيفاش دابا هاد الانيميت هادي تريكرات لينا لا اس بي جي عندها فيها فاليوز شير فاليوز الاولى غير ديكوي، يعني غير اول الفاليوز الثانيه هي اللي فيها البلان والفاليوز الثالثه غير ديكوي. شنو البلان؟ ملي كتخشي شي اس في جي فيها انيميت كتانيمي لك شي حاجه كما كانت سيركل، المهم اس في جي كاين سكوير كاين تريانغو فهمتيني بوليكون، المهم كتانيمي لك. ولكن حنا ما بغيناش كاع لا سيركل لا بوليكون لا سكوير حتى شي حاجه، بغينا انكور تاك اللي هو هذا الانكور تاك اللي هو الاي دي ديالو اكس اس اس يشرف اكس اس اس. بعد انكور تاك هاد الانكور تاك تيكون في اتش اف، كاين ولا ما كاينش؟ داكشي اش غادي نديرو؟ شنو غادي نديرو هنايا؟ ها اتريبيوت نيم اللي بغينا انيميو ها هي اتش اف. مال هاد اتش اف كانيميو بثلاثة ديال القيم، الاولى كما قلت لكم ديكوي، والثانية جافا سكريبت اليرت اللي كتريكي لنا اليرت، والثالثة ديكوي. ولكن كيفاش البلان ديال كي تايمز؟ علاش انا زيرو انا زيرو انا واحد؟ علاش دابا هادي هي الانيشال ستيت فهمتيني يلاه كيبدا، وهادي هي الفاينل ستيت يعني من صفر لواحد، فهمتي يعني ستيت وحده صفر لواحد. وهاد كتلوبا الا بغيتي تلوبا، المهم ما كيهمناش. المهم هاي ريبيت كاونت انديفينيت، المهم الديوريشن 5 سكند، المهم ما كيهمناش كما قلت لكم. اللي كيهمنا هو الجافا سكريبت اليرت حطينا في هاد القيمه الوسطى اللي هي واخا زيرو. المهم هنا حيت هنا كاين احتمال ما يخدمش، لذلك درنا قيمة وسطى، وهنا كاين احتمال ما يخدمش، فهمت البلان؟ ما فهمتيش، حيت هادي الفاينل ستيج وهادي القيمة الوسطى، المهم في الزيرو. علاش في الزيرو؟ باش تمشي من الزيرو لواحد، فهمتي البلان؟ ما فهمتيش، تقديمة يعني تمشي من زيرو لواحد، ديما تبقى تمشي من زيرو لواحد. سو هنا فرقنا كما قالوا في سيمي كون ياك. دابا فهمنا الكين تايمز، فهمنا كلشي، ولكن اجي نشوفو اجي نمشيو لبراءة عاوتاني اس في جي. شنو البلان ديال اس في جي؟ غنديرو واحد البوكس، واخا اس في جي البوكس ديالو كيبدا من صفر صفر، غنشوف تبع معايا السهم، كيبدا من صفر 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 و كيمشي ب 120 وهنا 25 ماشي. هنا دابا غنديرو السيركل وغنانيميوها، كاينه ولا مكايناش؟ السيركل سي اكس ديالها سي اكس هو 10 فهمتي، و سي واي ديالها هو 10 يعني هنا هنا والراديوس ديالها هي 10، الراديوس هو 10 يعني دايره بحال هكا. المهم ريبيت كاونت انديفينيت ياك، ديوريشن 5 سكند يعني الديوريشن. دابا هاد الديوريشن هادي غتقسم من صفر الفاليو 0 80 120 فاليوز ديالها جاتي الفاليوز ديالها ديال سي اكس. شنو هي سي اكس؟ سي اكس هي هادي، فهمتي ولا مفهمتيش؟ عندنا سي اكس، سي اكس بحال هكا غادية، و سي واي بحال هكا غادية. سو اكس واي، مال هاد سي واي؟ هاد سي واي غتبدل فهمتي، غتبقى تبدل 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 تبدل، هي غادية كتبدل فهمتي. داكشي ما كيبان دابا بحال غادي فهمتي، ولكن راه كاين تما كاين تما فاليوز، كاين كتبدا من صفر حتى 120، حتى هنا هذا كامل في 120، هنا في النص في النص في النص غضرب 80، يعني تجري شويه وغتبقى معطلة، لاحظتي ولا ما لاحظتيش؟ غتجري 80 120 غتبقى معطلة، فهمتي ولا ما عنديش؟ حيت هنا النص غضرب من هنا النص ومن هنا النص، ما فهمتيش ماشي مشكل، ما كيهمش ما كيهمش، حنا كيهمنا ماشي ماشي تصايب اس بي جي فيها السيركل وانيميها وكذا هذي، نو اكس اس اس استغنت هاد القضية على ود الاكس اس اس. اوكي عندنا هنا شنو الاختلاف هنايا؟ الاختلاف هو الانيشال ستيج والميدل ستيج، هاي بدات نيشا من الميدل ستيج، لاحظتي ولا ما لاحظتيش؟ بدات نيشا من الميدل ستيج وبقات غادية للفاينال ستيج اللي هي 120، هاد اللعيبة اللي لعبنا عليها هنايا. تبارك الله، شوف شوف هاد الـ هاد الـ هاد البلوك بوست والله تا واعر بزاف، هاد اللعيبة اللي لعبنا عليها هنا. بدات نيشان في الميدل ستيج اللي هو جافا سكريبت اليرت، وبقات غادية حتى الفاينل ستيج، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ولكن حنا شنو درنا عليها؟ المهم الفاينل ستيج هي واحد. شنو هي الفاينل ستيج؟
فالسيطرية لعيبة بحالك عرفتي هاد لا فاينل ستيت هاد لعيبة هانشوف هاد لعيبة بحالك هي فاينل ستيت يعني كاملة كتبقى ميدل ستيت هاد هاديك الفاينل ستيت راه لقطة لقطة من اللقطات فهمتي المهم ما كيهمناش هنا قلنا الديريكشن وهنا ريبيت كاونت فهمتيني المهم دابا عندنا هاد اس في جي انيميت مالو في نفس القيام مزيان نعطي تكس مع الاكس والواي فين غادي يكون صافي هنا عندنا القيمه الاولى علاش المهم علاش درنا هاد الاس في جي هذا علاش باش قلت لكم باش نباي باسي الواف الواف الويب ابلكيشن فاير وول الويب ابلكيشن فاير وول صعيب باش انك تقدر كاع يبلوكي لك مثلا اس في جي ويبلوكي لك حتى انيميت فهمتي المهم الا كانت كيبلوكيهم كاينش القضيه هذه ما يمسلحش ولكن الا كان يبلوكي لنا جافا سكريبت الات كاين واحد التلاعبات حنا نشوفو ماشي مشكل سو حنا بغينا نضمنو ثاني حنا بغينا نضمنو بان تبقى هاد الميدل شوف هاد الانيشال ستيت تقدر شي بروسر مثلا واحد اخر يقدر يفهمها بطريقه اخرى وهنا يفهمها بطريقه اخرى فهمتيني يعني بغينا هادي نضمنو هاد جافا سكريبت الات غنديرو الفريز ديك K times freeze the K times اوكي نمشي عاوتاني للدائرة نمشي عاوتاني للدائرة سيدي مال الدائرة duration 5 second ولكن شنو قلتي الفي ريموف يعني دابا هاد الدائرة هادي شنو طرا ليها دابا راهي حابسة علاش حيت تريموفات الافكت الافكت راه دار وسالا فهمتي انا هادو نشوفو الله عزيزي شنو ليها وخلي هادي شي الافي دار وسالا دار وسالا داكشي علاش ملي كيتسالا دورة وحدة ديال الافي كديرو ريموف افي فهمتيني فيل ريموف وهنا كاين الفيل فريز كيدير افي واحد وكيتفريز على واحد ستيت اللي هي 80 لاحظتي قبل ما دارش كان 120 هادشي حطيناه في 80 فهمتيني هاد العيبة اللي غادي نديروها للجافا سكريبت باش نضمنو ان جافا سكريبت تاليطا مزيان هذا الفاليو الاولى والفاليو الثانيه مزيان وغادي تفريزا والديوريشن 1 ملي سكوند فهمتيني كنصغرو الديوريشن و كنتفريزيوها فهاد ستيت هادي علاش حيت هاد ستيت هادي الكي فريم ديالها فين هو الكي فريم واه مابقاش كاع حتى كاع الكي فريم فهمتي فين والله ما كاين كي فريم والله مابقاش بلا محتاجو سو نمشيو الاوردر واف باي باسين بريكس هاد المقال منين مستوحى بهذا المقال مستوحى من واحد الكتاب بلاتي راه شتو هنايا ما مديتهاش فين الكتاب هو دينجيروس جافا سكريبت ولا شي حاجة بحال هكا نشوف لا عندي البوست نعاود نقلب عليه المهم دابا خلينا في الاوفوسكيشن ميثود يعني تجاوز الواف اللي كان بلوكي جافا سكريبت الات كاينه هاد اللعيبة هادي كاينه شوف هادي ما تبينهاش فهمتيني غتبان بحال لا غير غادا مع اليو ار فهمتي شنو غدير غدير هاد علامة استفهام ا تساوي ا وهنا ندير فهمتي ديك سيمي كولون عاد تكمل جافا سكريبت على هاد كاين ولا ما كاينش سو هادي البارامتر الاول البارامتر الثاني هو تخفيف معقوفات فهمتيني تخفيف معقوفات ولكن شوف راه كاين هنا كاين هاد شوف مور معقوفه مباشره كاين السيمي كولون وهنا شنو كاين كومونتير فهمتيني راه مخشيف معقوف هاد المعقوفه ما بيناش هاد المعقوفه ما كتهمناش حيت كاين السيمي كولون مورا هادي من ناحيه وكاين هاد العيبه هادي عاوتاني تخشيها مور كيما انا خشيناها مور ا تساوي هنا غادي نخشيوها مور الهاش كاين ولا مكاينش سو المهم انت اس بي جي تخدمها ماشي متخدمش شوف مشي هاد طاطي هو يخاوي لازم يجي خد ان شاء الله المهم هذا كتذكير المهم كاين اتش تي تي بي بحال هكا شتي غنخشيو دابا جافا سكريبت غنخشيو بلاصه اليو ار ال جافا سكريبت اليرت فهمتي المهم هذا كان واف شي واف حمار اما الوافات والله لا صعيب تجاوز ديالها فهمتي ولكن المهم كاين انديمات اخرى ماشي انديمات اخرى بحال مثلا تخشي هنا اتش تي ام ال انكود فهمتي اش تي ام ال انكود واش عندنا شي المهم اسكي تيبل شي اش تي ام ال انكود هاي كاين فهمتي بحال مثلا هاذي
فروم المهم كاينين دي ميثود ديال اوبفوسكيشن فهمتي انا شنو قلنا باش باش ما نهربوش على الموضوع اند 97 فين كاين اند 97 كاين في اسكي تيبل اه مثلا اند 97 فين نشوفو اند 97 شنو فيها اند 97 فيها ا فهمتي المهم كنت كتلعب عليه كتلعب عليه باش الواف ما يفهم حتى بزاف فهمتيني يقدر يكون شي ارتيفيسيال انتيليجنت واف تلعب عليه ما ا في هادي علاش جافا سكريبت فهمتي البلان فهمتي جافا سكريبت ومسخوطة والله تا مسخوطة صاحبي هنا شنو دارلك دارلك اند دارلك اكس 61 علاش اكس 61 حيت اكس 61 وخندير هيك تو اسكي ياك تو اسكي هيك تو اسكي ونديرو نجربو نجربو صافي من نديرو نديرو اكس 61 سير كونفرت فهمتي واش غادي واش الحماق الحماق والله حتى الحماق فهمتي المهم ارجع عاوتاني المقال ديالنا المهم سوت لينا عاد كيفاش نجربوها هادشي نجربوها نمشيو فين هادا فين هنا اجي نجربو ندير اس بي جي ايديت اس اش تي ام ال هكا هكا يلا خدم والله شي تريكيرات بالله تريكيرات اخي هاي رجع هاد الجافا سكريبت فهمتي والله ما فهمتيش المهم حيت ما يمكنلكش عاوتاني ما يمكنلكش هنا ا جافا هاد اكس باوس اكس 61 غتخدم معاه ما يمكنش فهمتي فهمتي داكشي علاش دار ما يمكنش داكشي علاش دار تبارك الله داكشي علاش دار هادي بالضبط تبارك الله صاحبي والله اوفسكيشن والو جافا سكريبت شي ولا مشيش المهم خلينا نكملو عندنا از اش تي ام ال انكودي كون من هاندي هنا بس 11 واخا نمشي نقلبو على سيتي في اسكي 11 ماشي 11 شنو عندنا هنا فيرتيكال تابليشن هادو كاملين خاوي يعني فهمتي ما غاديش ما عندهمش شي قيمه فهمتي بحال قلتي هاد نيو كاركتر فهمتي باك سبيس نو باك سبيس فهمتي هادو كاملين بحال قلتي كاركتر خاوي كاركتر خاوي شي درتي فشي وحده ما تعطاش لها قيمه عملي في الاش دي ام ال كتشوفني شكون فهمتي انا ما عرفتش كيفاش نشرح لك سو هنا حتى هي ما كان ميثود الباي باس فهمتيني كما تقول باي باس او شنو كان باش زيد كثر ليها سيد هذا ميثود الباي باس زيد كثر حم فهمتي تبع فهمتي يعني باش تجي هذه النقطه فاصله صح هي هو من نقطه فاصله يعني هذه النقطه فاصله هادشي عاديه من بعد زع جاب سكريبت على فهمتي تحمقوا هنا عندك ديكودي 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 ديكودي, ديكودي بزاف عرفتي ممكن هذيك الكامل اللي ديكوديتيها ممكن ترجع 64 64 بيز انكودد المهم هاد الطريقة طرق الباي باس الوافر بغا نمسح الوافرة صعيب تباي باسي داكشي علاش الطرق ديالو حمقى ديال بصح المهم الخوت باش ما ننساش هذا هو سبيت الكتاب جافا سكريبت فور هاكرز